خسائر طبعا للانديه، ان فكره ان هو بيدفع مرتبات للاعبين واللعيبه ما بتلعبش، يعني فكره كيف برضو واحنا بنتكلم على الدوري الانجليزي يا احمد، ان كان حصل اجتماع بخصوص خفض مرتبات اللاعبين واستقطاع منهم يعني بعض الفلوس ويخفضوا الرواتب، لكن الدوري الايطالي هل فكروا ايضا في هذه الجزئيه ولا ما فكروش في جزئيه خفض رواتب اللاعبين؟ لا بكل تاكيد فكروا طبعا، وما اعتقدش ان في دوله في العالم اللي النشاط الرياضي عندها واقف مش هتفكر في ده، لان الخسائر ضخمه جدا وفي انديه مش هتقدر تدفع، بخلاف ان انت عندك مشكله النهارده. يعني في ايطاليا حاجه اسمها اتحاد اللاعبين المحترفين، وده رئيسه توماسي اللي كان لعيب وسط ملعب في روما في اول الالفيه. يمكن توماسي هو المسؤول عن شؤون اللاعبين المحترفين بالكامل، كان بيتكلم ان الناس مش لازم تشوف ما هو ابعد من ذلك. قال احنا في انديه عندها مسابقات كره نسائيه وفي ناشئين وفي درجات ادنى، اذا كان اللعيبه المحترفين اللي بيلعبوا في الدرجه الاولى مش هيفرق معاهم المرتبات او مش هي دي ازمتهم، احنا لازم نبقى عارفين ان في ناس تحت مرتباتها ضعيفه جدا وفي ناس في الكره النسائيه مرتباتها ضعيفه جدا. فكله بيتكلم في الموضوع ده. يمكن يوفنتوس كان اول نادي في اوروبا كلها خد قرار بشكل فردي، اللعيبه قررت انها ما تقبضش لمده 4 شهور، مارس وابريل ومايو ويونيو، باعتبار ان دي الفتره اللي تقريبا مستحيل ان الكره ترجع فيها بشكل كبير جدا، يعني صعب قوي ان الامور تستقر فيها. ويوفنتوس في بيان رسمي قال ان المبلغ اللي تم توفيره من ان اللعيبه مش هتقبض واعضاء الجهاز الفني 90 مليون يورو. في تحركات مع توماسي واتحاد اللاعبين المحترفين لإيجاد صيغة للأندية موحدة إن الأندية تخفض مرتباتها، ولكن لحد دلوقتي ما فيش اتفاق، وفي احتمالية إن الأمور تتم كل نادي بشكل فردي زي ما يوفنتوس عمل. وفي يعني في كذا سيناريو، ده سيناريو إن كل نادي يبقى مع لعيبته ويتصرف بشكل فردي، وفي سيناريو تاني إن يتم صيغة جماعية موحدة لكل الأندية، ولو في نادي عايز يعمل حاجه زياده زي يوفنتوس مفيش مشكله، لكن يبقى في صيغه جماعيه. وده على فكره هيتحسم خلال ايام قليله جدا، يعني ده الاجتماعات شغاله فيها ومستمره، ولكن لحد دلوقتي ما وصلوش لصيغه رسميه واضحه. يعني عايز اسالك سؤال مهم يا احمد، يمكن في بعض الانديه ابتدت تتكلم في انها مهدده بالافلاس، هل ده انا بتكلم في اوروبا بشكل عام، يعني في دوريات زي الدوري الاسباني في بعض الانديه، لكن هل في ايطاليا او في الدوري الايطالي في انديه ابتدت تتكلم في انها مهدده بالافلاس في حين لم تعد او لم مش هتعود الكره الايطاليه او الدوري الايطالي مره اخرى؟ والله هو مفيش تصريح رسمي من اي نادي من انديه الدرجه الاولى بده، ولكن دايما في تلميحات ان في انديه ميزانياتها ما تستحملش حجم الخسائر المتوقع، والانديه اللي في الدرجات الادنى لا دي في تصريحات واضحه وصريحه في انديه الدرجه الثانيه والثالثه ان هم مش هيقدروا يدفعوا مرتبات اللعيبه، وهيبداوا يوصلوا لمرحله ان هو عنده مشاكل في دفع الفواتير. انت عارف مقرات التدريبات بيضطروا يدفع فواتير ميه وكهرباء وغاز وعمال موجوده، بدا يقول لك احنا مش هنقدر ندفع المرتبات دي، فهي ازمه كبيره. انا عايز اضيف حاجه بس على كلامكم، بالنسبه للدوريات انت عندك مشكله ان انت هتبقى معرض في الاخر انك لازم تختار الاقل خساره، انت في خسائر في خسائر، لان في حاجه ناس كتير جدا مش واخده بالها منها، انت تاجيل البطولات بتاع الصيف بتاعت اليورو وكوبا امريكا والاولمبياد للسنه الجايه ده هيخليك لازم الموسم الجاي ينتهي في ميعاده، ما عندكش امكانيه انك تمد، وعشان الموسم ينتهي في ميعاده انت لازم تبداه في ميعاده، لان انت حتى لو حاولت تضغطه انت ليك قدر معين، لان في مباريات منتخبات وفي اجنده دوليه. فانا متخيل ان انت هتوصل في الاخر لمرحله الامور هيبقى فيها مقارنه، انهي خسائر اقل؟ انك تبوظ الموسم الحالي ولا تبوظ الموسم الجاي؟ لان هو الموسم الجاي بالشكل الطبيعي عمره ما هيتم بشكل طبيعي. انت علشان تبدا تلعب ماتشات كوره تبداها مثلا في شهر 7 وليكن، تخش في 7 و8 تبداها، هتدي اللعيبه راحه سلميه امتى ومعسكر اعداد امتى عشان تبدا الموسم الجديد؟ ولو حاولت تضغط الموسم الجديد انت عندك فيه مشكله ان انت في ارتباطات دوليه سواء في نهايه الموسم او اثناء الموسم. كمان في حاجه ثانيه، ان انت علشان الدوريات المختلفه تبدا في مواعيد وتنتهي في مواعيد غير بعض، يعني لو اعتبرنا ان ايطاليا مثلا الارقام فيها بتقل، واعتبرنا ان ايطاليا ممكن زي ما كانت اول بلد اضرت من فيروس كورونا ممكن تكون اول بلد تستقر، لو شفنا ارقام بلد زي انجلترا مثلا الكيرف بيطلع جدا لسه
والامور مش هتستقر دلوقتي في انجلترا. طب انت عندك انديه ايطاليا وانديه انجلترا مشاركين مع بعض السنه الجايه في بطولات اوروبا، في تشامبيونز ليج واليوروبا ليج. ده معناه ان انت لازم هتوصل في مرحله بدايه بطولات اوروبا انك كنت تكون الموسم واضح هو فين، في ايطاليا وفي انجلترا. يعني مش هينفع البطولات الاوروبيه تستنى كل الدوريات لما تخلص وبناء عليه. فهي معضله كبيره جدا، مفيش حد لاقي لها حل، يعني لا صناع القرار ولا الجمهور ولا الاعلام، محدش عارف هي ممكن تتحل على ايه. طيب احمد، خليني اسالك على النجوم في الدوري الايطالي، يعني ديبالا وصديقته، الانباء عن اصابتهم مره اخرى بكورونا، فطمنا يعني على الجزئيه دي. هم ديبالا انت طبعا عارف لعيب جامد يعني. طبعا هو التحاليل، انت لما بتطلع بتخلص الفتره بتاعتك ان انت التحليل طلع سلبي لازم بتقعد 14 يوم، حتى لو تحليلك طلع سلبي بتقعد 14 يوم معزول، وبنهايه ال 14 يوم بتعمل تحليل تاني لازم التحليل التاني يطلع سلبي. هو الفكره ان هم التحاليل بعد كده طلعت ايجابيه رغم ان هي كانت في الاول سلبيه. فهو محدش عارف هل كانت المشكله في الاختبار نفسه ولا الفيروس رجع لهم تاني. دي نقطة مش مؤكدة، ولكن هم رجعوا للحجر الصحي تاني. يعني في النهاية هو لازم يعد 14 يوم من لما التحليل يبقى سلبي، وفي آخر ال 14 يوم يعمل تحليل تاني ويطلع سلبي. لو ده ما حصلش يفضل قاعد في الحجر الصحي. بالمناسبة الاتحاد الإيطالي من بكرة كجزء من مشاركته واجبه الاجتماعي يعني اتجاه الدولة، في مقر تدريبات مملوك للاتحاد الإيطالي كوفرشانو، ده لكل المنتخبات بكل الأعمار السنية. ده مقر تدريبات ضخم جدا، وفي فندق وفي ملاعب تدريب وما الى ذلك. يعني من بكره تم تخصيص 54 اوضه هتبقى تحت امر الحكومه الايطاليه، هيتم وضع فيها المعزولين عن الفيروس كنوع من انواع المساعده، لان طبعا في مشكله ضخمه جدا في توفير الاماكن سواء في المستشفيات او اماكن العزل. فهي محاوله برضو من الاتحاد الايطالي للمساعده في الازمه اللي بتعيشها البلد حلو بشكل ده، كامل. حلو جدا. طب يعني ماتويدي برضو يهمني ان انا يعني نطمن عليه، او محبي ماتويدي برضو. والله ماتويدي يعني هو بيطمن الناس دايما من خلال السوشيال ميديا. لحد دلوقتي ما فيش تاكيد ان هو خلاص بقى كويس. هو بيقول انا صحتي كويسه يعني، وانا مكمل زي ما انا في العزل، لكن هو لحد دلوقتي ما فيش تاكيد ان هو شفي بشكل كامل من الفيروس. على عكس مثلا كان في 3 اصابات لفريق فيورنتينا، النهارده فيورنتينا اعلن ان الفريق بالكامل اللعيبه اللي كانت تحت العزل علشان اصابتها واثبات التحاليل ان هو حاله ايجابيه، او اللعيبه اللي كانت مخالطه ليهم وكانت محطوطه تحت العزل، اعلن ان الفريق بالكامل اجرى الاختبارات وكله طلع سلبي النهارده الحمد لله. طب اخيرا، كريستيانو رونالدو وتعامله مع الموقف الحالي يعني وصل لإيه؟ يعني طبعا كريستيانو كل يوم جديد بالنسبة له. كريستيانو رونالدو موجود في البرتغال، مش موجود في ايطاليا. يمكن هو لما الدوري الايطالي وقف هو كان سافر ماديرا على طول، وبالتالي لما اعلن عن اصابة روجاني وبقت لعيبة يوفنتوس كلها مطالبة انها تتحط في الحجر او تحت العزل، هو عمل ده في البرتغال. يمكن اتبرع برقم ضخم، وده من اطار حملة يوفنتوس عاملها بالكامل لدعم المستشفيات في مدينة تورين وفي إقليم بيومنتي. شارك معاهم مشاركة مادية يعني في دعم الموضوع، ودايما حريص على السوشيال ميديا إن هو يحاول يوعي الناس ويحاول ينشر طاقة إيجابية علشان المرحلة الصعبة. ودي وضع مش رونالدو بس، يمكن الرياضيين كلهم بالكامل بيحاولوا إن هم يعدوا الأزمة دي. ومن سيره النجوم على فكره برضو من ضمن الناس اللي كانت اصيبت طبعا باولو مالديني وابنه. صحيح، ابنه بيلعب يعني لسه لعيب ناشئ، ولكن اتصعد للفريق الاول ولسه لاعب مباراته الاولى مع الفريق الاول من اسابيع قليله. يعني اعلن ان هو برضو الحمد لله بقى شفي تماما من الكورونا، والحاله تحولت من حاله ايجابيه طب كويس كويس. لحاله سلبيه. مالديني طبعا نجم كبير، وابنه واضح انه برضه هيكون نجم كبير ايضا. اسطوره من بشكرك احمد امتداد والله. للاسطوره يعني العيله كلها يعني. صحيح صحيح، كل العيلة ما شاء الله. بشكرك أحمد.